رجعنا لكم لحديش وخمسة دقائق اي اف ام احلى غاديو. رجعنا الميديا، رجعنا الحكايات. وين وصلنا الاولاد؟ كنا نحكيوا على موضوع بيان سور اشراق الناصر اللي حضرت البارحة مع بورهان بسيس، وبطبيعة احنا ملخص الحديث متاعنا انه اكيد ما نشجعوش الشباب على تعاطي المخدرات بانواعها، ولكن احنا بالرسمي المطلب يمكن اللي الانسان دي اكثر هو الغاء العقوبة السجنية، لانه السجن عمره ما كان يصلح شرتو صغار في عمر 22 و20 و16 مام واقل واكثر، معناها الشريحة العمرية ذي. اون بلوس في تونس ما عندناش اليوم مراكز تأهيل وإدماج ولا عقوبات بديلة بيانسوا للعبيد المدمنة اليوم. سامحني، تلقى عبد مدمن تحطه في الحبس ولا داويه؟ داويه أكيد. إيه دونك احنا معناه شوية داويه ولعبيد شباب. راهو شباب، راهو مستقبل، راهو شباب في عمر معين ينجم يهز وينفض، على خاطر يحب يجرب، يحب يفهم، يحب يحب يعرف روحه شنو يختار. كروا عليه نقولوا احنا يا أخي ما تفرجنيش سامحني في الدراما اليوم كي تفرج في المسلسلات في مكتوب مكتوب كروا عليه الطفل مسكين، شوف حياته كيفاش تقلبت. إيه هذا اكزامبل، راهو ماهوش من الخيال العلمي، راهو اكزامبل حي. راهو ما فماش واحد فينا ما عندوش ولد حمته ولا صاحب ولا خو ولا قريب ما صارتش عليه الحكايه هذه. صحيح. دونك هيت نلموا الموضوع بطبيعه. لمخو والله ليه فما ريمارك الاخرى. قول لي يوسف. سعفي ونسكروا الموضوع هذا. بايرم كيلاني بن ديرمان عمل لي ريمارك اللي هي انا ظهرت لي مع عمري بالقاضي اللي هي بصراحه معناتها شابو با صحيحه على الاخر. تحب انت تريض الشباب وتنحى العنف والعباد تريض والنفوس تهدى وكل شيء، اعمل بيدره واحده توا بور لو مومون توا. العباد اللي محكومه بالسجن على الحكايه هذيا عفو عفو الناس كل اللي محكومة بالقضية هي عفو الناس كل عمل خطوة خطوة واحدة خطوة واحدة تو تهدي نفوس تو الشباب يريد تو ما عادش فما مشاكل. وباقي أنا بربي سامحوني راني باقي جانسيست الشباب يلزم تملالو وقته تعبيلو وقته تعطي حاجة تنفعه. أمانكم رجعوا منشأة عمومية في الكيف خايفين عليه خاطر تشدوا في منشأة عمومية نابت فيها البك والخبيزة مسكر هذيك منشأة عمومية كان وفرت هيلو أنت المنشأة هذيك يمشي يتكيف فيها هو ما راهو يكور ولا يلعب باسكيت راهو يلعب ولا كان خرب حاجات هناك يا خويا. حلو قاعات السينما، حلو دور ثقافة، هيئوا دور ثقافة والشباب بالكلوب بالباين ما فماش راهو شاب ما عندوش هوايه يحبها ويحب يمارس فيها. بالحق شنو دور شباب كل حيوت ما فيها شيء، لا كمانجا لا عود لا حاجه هكا ينجم صغير تلقاها. خاطر عنا برشا راهو برشا شباب يحبوا يعملوا موسيقى مثلا وفن، ما عندهمش المويه باش يجي كمانجا ولا حاجه ولا اورك. يا خويا امانكم حطوا انفستيو على الشباب في حاجات يحبوها وتنجم تنفعهم وتنجم ترتقي بفكرهم زيادة. راهو سي تري امبورطون اذا كنت تحب تبني بلاد سليمه. يا خويا شبابها يزمو يكون سليم من الصغرى. علاش ما نحطوش الكلوب دو تياتر من البريمير نحدا ومتاع السينما ومتاع الرسم والفنون عليه؟ اعمل هذاك، ابدا ابني من توا، ابني من لوطة لعشر سنين اخرين وخمسه سنين اخرين. صدقني لا يتلفت لحتى حاجه اخرى الشاب اليوم بالطبيعة تلقاه حاجات هذوما. والحبس لي اكيد حتى حد نعاودوا الحبس لي للشباب. الحبس لي هذا بالرسمي مطلب شعبي. الحبس لي وي معانا ولا ماكش معانا؟ شنو شو معاك؟ الحبس لي يعجبكش ياسر معاك مع الحبس لي. وديما نقول فما عقوبات بديله هاتو نلقاو احنا ما احتد النقاش وبطبيعه رانا وكشكشنا لبرا يا جماعه لازمكم تشوفنا رانا كشكشنا لبرا وخاطر اراء مختلفه شويه ومانيش فرد عمر يا خويا. بالحق الحقيقه نتاع ربي انا ياسر نخاف على الصغار والله نخاف ياسر على الصغار، خاطر القاعده نشوف راهو فما بخلاف تو نجبدوا في احنا في الزطلق قنب الهندي راهو فما مخدرات راهو قدام المعاهد قدام المدارس. تعرفش معناها مدارس 6 7 8 سنين؟ تعرفش معناها مدارس تتعطى في الحلوى؟ راهو فما حاجات مخطره 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 برشا. بخليفه هذه اللي تقول لي اب، خاطر انا شوف زاد دي كومنتير ام وبوه يربيه يا ولادي راهو الشارع وحده زاد يلزمه يربي. بخليف الوالدين في الدار زاد كيف كيف، حتى الشارع راهو
حتى المؤسسة التربوية المجتمع بيان سور هما هوش يعيش في دارهم ويعيش في مجتمع الفضاء التربوي ما هوش نحكي سور المدرسة باب المدرسة راهو قدام الليسي قدام نسكن مقابل الليسي ونعرف مقابل داري الليسي ونعرف شنو اللي قاعد يصير ونقعد في القهوة اللي يقعدوا فيها التلامذة ونسمع الديسكور ونسمع طبيعة الحوارات اللي ما بيناتهم ونحلل ونفهم اليوم الشباب بالرسمي اليوم شنو يخليه يقعد من 8 للست في قهوة فهمني ويفصع من القراية كان ما عنده كلوب بجنبه كما قلت انت بكري وجهها راهو مشي يمارس اي نشاط اخر دونك انا بكري قلت احتد النقاش علاش حبيت نربط بين النقاش اللي صار البارح في بلاتو الوطنية واحد مع شاكر بسي الشيخ تونس هذا المساء نقاش وصل إلى حد تبادل العنف أنا مش كنت فرجت ولا نسمعوا في العياط وتبادل العنف البارح نحب نسمعكم شوية من الشجار اللي صار البارح في الوطنية توبة توبة الوطنية إذا كان معناش بيه مش مشكل إذا كان معناش الوطنية أتوا نشوفوا الفيديو في اللي في تيفي موجود هايك زوز قطاتس مينوش وفشفوش هبتوا ريش البارح في الوطنية مع شاكر بالشيخ الناس كل انتبهت لل المرأة تفاجأت بيان سور وشاكر قال لها هذه الظروف المباشرة على كلام عبد الرزاق دونك الظروف المباشرة تخلي قطوس يدخل للبلاتو تاع القناة الوطنية هذا يظهر لي البلاتو الخارجي يعني نتفكر خاطر عندي فكرة على الارشيتكتور نتاع القناة الوطنية هذه البلاتو اللي لبرا موش البلاتو الداخلي البلاتو البراني سهل لاكسيم تاع اي قطوس ما عادي نجم يدخل لهم من بدون فرق سعد فيه استوديو كله اذاعه وتلي كل شيء استوديو كذا ممكن ياسر دونك زوز تعرفوا على بلاصه اي حتى المشهد اللي نشوفه فيه في البرلمان ولا ينعكس حتى على قطاتس نتاع نعرف قطاتس بايد هذوما قطاتس الوطنيه خويا ما يسالش قام سانسوهم غادي يمدلوا كعبه سلامي يمدلوا يركشوا في الوطنيه ودخلوا للمام الاستوديو ان شاء الله ما نشوفوش اقتحامات من نوع اخر قطوسي هون اما كي نشوفوا حيوان من نوع اخر نوس البلفيدير بحذا قريبه يدخل لسد على لحد الرياضي اكثر من هكا اسمع لحكيت لحد الرياضي انا وصلتني معلومات بصراحه ان شاء الله خير بون ما نحبش ندخل برشا اما الكلام اللي قالوا انيس البارح معانا لهنا ماهوش مقنع نوعا ما على خاطر نسمع في اخبار من نوع اخر خاطر كي انيس يقول خلل تقني مستحيل تقول لي الضوء يقص في القناه الوطنيه اللهم من ريجي فينا وانا نحب نقول جوست كلمه واحده ارجعوا للي كاميرات سيرفيونس شكون اللي دخل للريجي فينا فما اتهامات معناه فما اتهامات بيان سور ارجعوا شوفوا شكون تخلى الريجي فينال وما تقوليش في الوطنيه الضوء يقص في البلاتو 25 مستحيل ماهيش بيتساله راهو باش انبوبه تتحرق بالضبط ماهيش بيتساله باش انبوبه تتحرق راهي قناه احنا لهنا مستحيل سامحني نجم يصير مثلا في اذاعات وفي تلفز كبار من نوع هذا لخاطر فما نقولوا احنا حاجه روشار جابل اللي ديما هذيك هذيك السكور هذيك السكور اللي تخلي في حاله ما كيما باتري كبيره هي بالضبط اكزاكتو تشدك على الاقل 4 سوايع 5 سوايع او مو دي بانيك وقت اللي يقص عليك الضوء من المصدر الرئيسي اما تقول لي 23 دقيقه باش تصلحت معناها 23 قبس رجع الضوء للبلاتو مستحيل اي تقول بريز تجبد مستحيل ارجع للكاميرا سيرفيونس واعطيونا الفيرسيون صحيحه خاطرني غدوه باش نسمي الشخص اللي دخل اها للريجي فينال اها شنو هي اسامه اعطينا شويه موسيقى بتفاجأ شفتوا كيفاش قالها بكل ما في باليش مش موجودة عندي حتى في البروجرام الحكاية ذي شنو هي؟ قلت لك أنا أحكي موضوع يجبد موضوع وحكينا على القطوس نتاع القناة وتفكرت هنا الموضوع هذا واني قلت لك يا اما باش يقولوا لنا شنية السبب الحقيقي لانقطاع الضوء في القناة الوطنية يا اما انا نجم نسمي شخص وهو من بعد بطبيعة نجم يبرر ولا ياخذ حق الرد ولا يفسر ولا 100% وثق انا متاكد 100% عندك ومصادري من القناة الوطنية بيدها يا ودي راهو مش حلو راه انا هاني قلت تهمه راه اي جو سي اللي هي تهمه اي جو سي اللي هي تهمه اما ما تستبلهوناش وتقولوا لنا اللي الضوء قص بان تكنيك راهو الضوء قص من ريجي فينا بفعل فاعل ولا غلطه
تدعثر في كابل في الريجيف هذه حاجة أخرى. أما الضوء تقسم الريجيفينا أرجعوا للي كاميرا سورفيونس السيد رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة الوطنية أرجع للريجيفينا تو تعرف شكون اللي قص الضوء ومن بعد حل لونكيت وتعرف الأسباب. الله الله. من جديد في الأحد الرياضي نحب نعتذر عطب فني طارئ تمكننا من السيطرة عليه. نعتذر مرة أخرى المشاهدين الكرام ونستأنفوا لحد الرياضي الحديث عن الجولة 11 من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكاو أكاو معنا أكثر من زيد يطلعش القطوس ممكن أي نجم يكون أي ثبتوا سمحني نجم هنا غدوة شخص نقول لكم راه قطوس لونه أحمر معناه مش هتلع مينوش قبل ما يسمي القطوس في البركة في البركة اليوم نكتفي بهذا القدر نكتفي بهذا القدر من الأخبار. شكرا لك أسامة يعطيك ألف صحة. نحن لحديش و16 دقيقة وقيت هذية وقيت الأموال فاصل صغير واخرج عليا وراجعين يلا كمية وطريقة الاستعمال متاع العسل في الاستوس هذية اللي باش نحكي لكم عليها اليوم باش نحكيو على الفايدة الأولانية. دونك العسل يعطي برشا انرجي معناتها ديجا احنا في الليل كي نرقدوا عنا سوية عصيام دونك صمناهم كي تقوم الصباح تحب على حاجة هكا تعطيك انرجي وتعطيك طاقة عليك بالعسل راهو من أهم الحاجات اللي تعطيك برشا انرجي تبدأ بهم نهارك بي لي سبورتيف زادا كيف كيف سورتو كي يبداو عندهم دي كومبيتيسيون ولا سبور هكا قوي ينصحوهم شكلوا شوية عسل هكا صحيح صحيح شو مدخلك انت قالك في اللي عندهم دي كومبيتيسيون كوتش أرجو أرجو راني قول له انت شو مدخلك في السبور أرجو فسر راني عندي تاريخ في السبور باهي هي من عشرة نعملوا حصة واحدة ان شاء الله كي تولي عمرك 88 سنة تو نحكيو معاك تاريخ الملاعب صحيح تاريخ في العسل ايوا نرجع باهي دونك قلنا لي كومبيتيسيون لي سبورتيف اكسيتيرا الكل هذوما يسحقوا شويه عسل دونك العسل خاطر تو سامبلومون يعطيك انرجي باهي برشا باهي. الحاجه الثانيه والفائده الثانيه اللي نحب نحكي عليها اللي هو ياسر فيه مضادات اكسده يقوي المناعه سورتو في السيزون اللي احنا فيها توا العسل الحر العسل الحر فوالا هاك فكرتني باش نقول رانا مانيش نحكي على العسل اللي مخشور سامحوني في الكلمه رانا نحكيو بالطبيعه على العسل الحر فوالا بي دونك قلنا يقوي المناعه سورتو في السيزون هذيا يكثر الجريب تكثر لما على لما عنيش جريب في ذول السنين والله ما فهمتش كيفاش ما عنيش جريب عندي حساسيه انا والحساسيه شنو نعملوا لها هذيك تستبرد شويه كمان انا استبردت اول السيزون معناتها انا تو هاني والله العظيم ما تتفاجئوش الاولاد ما عندي حساسيه هكا ياكل فيا خشمي وفمي من داخل كل شيء لين نشم ونطعم هذيك اموري اما كيفاش يقولوا ما فماش جريب فماش حاجه والله ما نعرفش كيف وجريج من منفوخين يعني دوجت وخلي شعري مبلول معناه كورونا لا لطف عليك لطف عليك شفتوا كيف فما بعض الحكايات لا فما واحد يترهوش شوية من كورونا يقوم مرهوش هكا من نوع كورونا دونك كانك مستبرد كان عندك هكا كحة خفيفة كان جريجمك تحرق سورتو راهو العسل من لي زاستوس ناتشورال على الاخر اللي باهين معناتها في الحالات هذيا دونك سورتو كي تاخذوا على خوي. الحاجة الأخرى اللي نحب نحكي عليها أنه ينقص من الكوليسترول الخايب وبالعكس راهو يطلع في الكوليسترول الباهي معناتها ينقص لو موفي كوليسترول ويطلع لو بون كوليسترول وعندنا حاجة زادة باهية في العسل اللي فيه لي بريبيوتيك اللي هي الماكلة اللي تتغذى عليها البكتيريا النافعة البكتيريا النافعة على قد اللي هي موجودة في الأمعاء متاعنا على قد ما تغذيها على قد ما مناعتك تكون أقوى على قد ما عملية الهضم تكون خير على قد ما الهومور متاعك المزاج متاعك يكون هكا سافا ومبون هومور وعامل جو ومتفرهد نعم دوبامين تطلع تطلع فوالا قبيلة حكيت عليها الدكتور سرقت لك شوية خدمة بالحق تعلمت شوية بي عنا زيدة العسل فيه برشا فوائد على خاطر زيدة من الحاجات اللي تعاون في عملية الهضم دونك يسهل عملية الهضم تو سكي غاز بالونمون قلق اذا كان تحب هكا معتك هكا تبدا مفرهده تاخو هكا العسل سورتو على الخوي والناس اللي تعاني من قرح القرح اللي في المعده بربي والله العسل بلي باش انا يظهر لي مختلفه على العالم مش نورمال انا كي ناخذ على الخوي العسل وناخذ كان العسل الحر اي يقلقني شوي في معدتي مع شوية ماء لا لا وحده هكاك لا هو يزمك تاخذه مع شوية ماء ديولي أيوة هكا شوية في ماء تنعطيك الطريقة شكرا وباهي زادة للبو متاعنا على خاطر كيما توا كنت نحكي في برشا مضادات أكسدة دونك يصفي البو دايوغ يدخل في ليزاستوس نتاع لي بوتي يغذي البشرة نسيت الوصفات اللي بون باش نسيت
اكيد فما برشا عبيد يعملوه، مي انا كنت ياسر نعملها وانا صغيره، مغرفة عسل مع زيت زيتون مع فص عظمه مع ذوك الكل عرفت للشعر وللوجه ديما العسل موجود. اي يدخل برشا في لي زاستوس بوتي على خاطر يغذي في برشا مضادات اكسده مش من فراغ. فوالا باهي باش نحكيو على طريقه الاستعمال كيفاش تستعمل العسل. باهي شكرا. باش تاخذ كاس ماء يعيشك عايش، تاخذ كاس ماء تدفيه شويه معناتها ما يكونش سخون فوالا تيد تحط فيه مغرفتك العسل هذيك وتخلطها بالكدا وتشرب صحه وبشفاء. فما حاجات اخرين نجم نزيدوهم على السوس هذيا، نجم تعمل يعطيك الصحه عصره قرص، نجم زاده فما ناس يحبوا يحطوا القرفه هي. القرفة عود بودخ ولا بود. عود هي. نجم تخلطها فك الماء الدافي، خاطر إذا كان تستعمل السوس هذايا تولي تحط القرفة قبل خاطر يلزمها شوية ماء دافي، بعد تحط العسل. على خويا ياسر إفيكاس، القرفة فيها برشا مضادات أكسدة وبه المناعة وتعدل نسبة السكر في الدم. باهي قول قاية نحكي لكم على العسل والمنافع هذه الكل، خلينا نحكيو شوية على السعرات الحرارية خاطر احنا توا كي نحكيو على العسل فما برشا ناس يسألوني يقولوا لي أنا نعرف العسل باهي نمشي في عود باش نحط سكر أبيض في التاي ولا في القهوة متاعي يقولوا العسل خير، دونك ناخذ العسل هكا ولا لا مش خير. وبربي زاد مادامني متذكر شو نسيت، زاد الناس اللي عندهم السكر اللي مرضى معناها بالسكر كيفاش ينجموا يستعملوا. هو العسل مش ممنوع لكن يلزمك تعرف اللي العسل فيه سكريات. باهي اذا كان انت في النهار ماكل دقله وماكل خبز وماكل عجين وماكل بطاطا وماكل برشا حاجات. لا ذاك في انا في وقت في اليوم العادي صغير ياسر ناكل. اي فوالا دونك العسل راهو من الحاجات زاده اللي باهيه ولكن يلزمك تعرف كيفاش معناتها الكميه سورتو فهمت. باهي نحب نقول لك مغرفه صغيره عسل يساوي تقريبا 21 سعره حراريه. ومغرفه صغيره سكر ابيض يساوي 16 سعره حراريه. معناتها العسل راهو فيه دي كالوري اكثر من السكر الابيض. لكن كي نجيو نقارنوهم مع بعضهم لا علاقه في القيمه الغذائيه. السكر الابيض ما في حتى منفعه بالنسبه ليا انا، يطلع السكر ويسمن ودي كالوري فيد يدخلوا للبدن نتاعنا. ما علاش ناخذوا فيه؟ تانديس كو العسل كيما توا كنت نحكي فيه برشا فوائد. دونك راهو معناتها العسل فيه دي كالوري ما تنجمش تاكل منه قد ما تحب. الناس اللي تعمل فيه ريجيم وديما يسألوا هالي في الصباح في عود نحط السكر نحط العسل، راهو فيه ديكالوري ما تقرا حسابك في مجمل السعرات الحراريه اللي انت تاكل فيها تقرا حساب اكل العسل هذاك. حاجه اخرى نحب نحكي عليها للناس اللي عندها مشكله نتاع نوم. استوس استوس يستعملوا العسل قبل ما ترقد، معناتها تدفي كاس ماء دافي والا حتى في لي زانفوجيون تحط مغرفه عسل صغيرونه فك الكاس هذاك الماء والا لانفوجيون تاعك تعدي ليله مرتاحه على الاخر. باهي برشا دونك فكره. ومعلومه اخرى نحب نقولها بما انه حكينا على العسل بور لي بيبي، باللهي 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 خاطر لي مامون ديما راهم يعملوا هالغلطه هذيا. لي بيبي اللي عمرهم اقل من عام يقول لك حط له شويه عسل هكا في البيبرون ساعات ما يحبش ما يقبلش البيبرون ولا حاجه، حط له شويه عسل هكا كالعسل هذيك الصغير يحجبك المطعم نتاع الحلاوه نتاع العسل. راهو ممنوع منعا باتا ان نعطي عسل للصغيرات اللي قبل عمر العام. علاش دكتور؟ على خاطر فيه بكتيريا. البكتيريا هذيا راهو ما يقبلهاش الصغير، تنجم تسبب له لطف عليكم في مشاكل صحيه. دونك راهو العادات نتاع ندخلوا العسل قبل العام راهي الحقيقه مضره للصغير نتاعك. بعد العام لحقوا له شو تسمى نتاع الحلق. اي فيها العسل توا الدراسات الكل راهي تقول راهو بعد العام. يا خويا بعد العام اعطي لولدك العسل، قبل العام ما تعطيش العسل خاطر تتسبب له في مشاكل صحيه. اي نحيو على بديش تقول يومي قتلي ومع حماتي قتلي والله ليه وجد يا ايوا فما حاجات لا فوالا. دونك هذا شنو حبيت نقول لكم على العسل اليوم. دونك نستعملوه بكميات معتدله. بالله عندي سؤال دكتور، العباد اللي تحط العسل في التاي الاخضر اي معناتها اسكو كومباتيبل ولا التاي الاخضر وقارص وعسل باش ما يحطوش لا باش ما يحطوش سكر خاطر فما عباد ما تحطش سكر كيك سوا في الحليب ولا كيك سوا كنت تحكي وانت وين وقت كنت عليهم الكل هذو انت وين ما حكيتش على التاي الاخضر شفت كيف الحشيش ولا القهوه تنجم تحط العسل بالنسبه لي انا يقعد خير من السكر الابيض لكن اذا كان انت تحب تحط العسل اعرف العسل فيه سعرات معناتها ماكش تعمل فيه ريجيم تحط العسل راهو ماهوش باش يعطيك دي كالوري لا راهو باش يعطيك دي كالوري
مرسي دكتورة. شكرا ليك يعطيك الصحة منى بارك الله فيك. احنا مواصلين معاكم كيف ما تعرفوا اليوم 4 فيفري هو اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان. هذيك علاش الكشافة التونسية فوج جرومبيليا منظمة سلسلة من الأنشطة نكتشفوها مع بعضنا في جمعيتي. مرحبا بكم مرحبا بكم القائدات. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. رحمة أبو زيد مرحبا. أهلا بك يا رحموش. والقائدة رواء إبراهيم. سمحني أول مرة نقابله اسمك. مرحبا بك. إيش معنى يا رواء؟ رواء هو مسلم. رواء هو البخار. يرويك. محلي محلي. أقرب الميكرو خلينا نرتوي بالأخبار اللي باش تقولها لنا. نبدأ مباشرة باليوم نعرف اللي باش تكونوا في مستشفى هكا ولا باش تمشيو. عطيونا اكثر تفاصيل حكينا قبل هذا الكل. خليني نعرف بروحي. انا روي ابراهيم قايده في بقت الجله نار فوج جرومبيليا المدينه. نتصور تعرفونا والكل. مرحبا بكم. اكيد عطينا في باساج معاكم قبل. صحيح هو فوج جديد ومازال صغير عنده 4 سنين من اللي تأسس. وأما أعماله وأنشطة متاعه تبارك الله برشا. ما شاء الله به الفوج هذايا اليوم واقف بالقادة والقايدات بالطبيعة والأفراد متاعه. كنا ما زلنا الشهر اللي تعدى اختتمنا المشروع دفء اللي تعدى معاكم وعاوننا فيه برشا عائلات ما شاء الله. واليوم بالطبيعة ما جيناكمش ايدينا فارغة بالطبيعة جبنا لكم معنا مشروع جديد نخلي القايدة تحكي عليه. كما قلنا اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة السرطان. دونك تعدينا كنا في مستشفى صالح عزيز. هزينا اخترنا اللي نحن باش نهزوا ورد. وبحكم كوفيد وما نجمناش نكونوا بكونتاكت مباشر مع المرضى دونك حبينا هكا نعملوا جيست مورال نهزوا له يعني ندخلوا لهم شويه طاقه ايجابيه. قدمنا للمرضى ورد أي. وقمنا زادة استغلينا الفرصة اللي فما طبيبة تطوعت نشكرها على الأخر. صورت معنا يعني فيديو هكي قصير من بعد إن شاء الله باش يعبد في الباج متاعنا. إيش فيه الفيديو؟ هكي باش تحث بيه العبيد اللي هي راهو ساعة بدت تحكي هي على المرضى أي. اللي الكونسير أنفان نجم يكون مرض مزمن ماهيش حاجة صعيبة. كان نحنا يعني اتبعنا طرق صحيحة اللي نحن نعالجوه وميم طان العبيد اللي لبس عليها زادة ما فيها بيس اللي هي ديما تعمل كنترول وتستحفظ على الصحة متاحة يعني ما تستميش اللي هي باش تمرض. اذي بش الفيديو اذي تعبت وين؟ في الصفحة الرسمية اللي فوج جرومبيليا المدينة ان شاء الله. باهي برشا باهي برشا تنبارتاجيوها الناس الكل ان شاء الله. ان شاء الله. وميم طان نحب نختم كلامي ساعة انا قايدة رحمة بوزيد قايدة عشيرة. مرحبا بك يا رحمة. عايشك. قايدة عشيرة دليلات مريم الاسترلابي بالفوج. نحب نشكر جميع المنخرطين في الكشافة التونسية على الوقفة المزيانة متاحهم من اللي بدات سيرتو الكورونا لليوم. حملات التعقيم والتطوع في المؤسسات وقاعدين نشوفوا في التصاور المزيانة هذية أو ميم طان تكون دعوة مزيانة للمجتمع المدني والجمعيات الأخرين خاصة في أيام هكاية وكل ما يخص السرطان والكونسير اللي نحن نقفوا مع المرضى خاطر الجيست البسيطة وسيرتو في المرض متاحهم والمحنة متاحهم تنجم تعاونهم على الاخر والجانب المعنوي عنده دور. دونك دعوة لهم اليوم يقوموا بحاجات خير منا وحاجات كهكاية للمرضى. بي بخلاف زيارة المستشفى شنو الأنشطة اللي محضرينها زيد؟ هي ما يسالش احكي. محضرين ان شاء الله برشا حاجات الخطيب. عندنا ام بتيت بروجي معناها كرنفال ان شاء الله نحضروا فيه واكيد توا نتعديوا معاكم. مرحبا بكم بالطبيعه. اي وكيف كيف عندنا لو سيت نهار الاحد هذايا اي عندنا ان شاء الله يوم الذكرى الفتاه اي او سينو سينو ما زلتوا تنشوا تبارك الله وما زلت الكشافة قاعدة تعمل في أعمال خيرية وأنشطة مهمة ياسر 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 مشكلة لجرومبيليا فقط عندكم في تونس الكل. يعطيكم الصحة. شكرا لكم رحمة أبو زيد والقائدة رواء إبراهيم محلي اسمك. يعطيكم ألف صحة. نحن ما زلنا مواصلين معاكم في المدام وجيها حتى نص النهار. هذا وقاية التونسي خليكم مع تونسي وراجعين.
سكت ثلاثة دقائق وكل شيء ذي في انترفيو معناتها الله أعلم هي صحيح ولا مش صحيح. المهم تو الغريب جدا أنه تو أكثر من 24 ساعة الممثلة ذي ما نعرفوا عليها حتى شيء حتى خبر حتى المرافقين اللي معاها منهم خوها معاها معناتها يكلموا فيه وكل ما يعطي فيه حتى معلومة. دونك إن شاء الله المانع خير وإن شاء الله هي لاباس. ديجا عندها تورناج واقف وتقال أنه باش التورناج هذا باش يشوفوا ممثلة أخرى تعوضها والمخرج خرج قال ليرا وأنا ما نعوضش الممثلة متاعي راهو نستناها كان لازم. توا أكثر من 24 ساعة ما نعرف عليه حتى شيء والأمر غريب جدا على الآخر. دونك نستناه وإن شاء الله غدوة نجيو بخبر به نشوفوا الممثلة ذي اللي عندها برشا معجبين في تونس منهم أنت بجوش. الممثلة حورية فرغلي كانت عندها برشا حكايات هي أنت مومون دينت صحيح دينت لبست الحجاب وكل وقالت ما عادش باش معناها باش تمثل وقعدت هكا تقدمت ذولي برنامج معناها منوعة ومن بعد رجعت ونحات الحجاب وقعدت تخدم وعملت عملية تجميل. دونك فما برشا من بيان سور المنشطين واللي عندهم برامج يقولوا لها ويحكيوا معها برشا مرات اللي هي ماهيش عملية متاع مثلا لطف مرض ولا التشوه ولا حاجة هي عملية تجميل ماهيش ناجحة. ودونك برشا 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 حديث عليها حورية فرغلي هي اللي تقول أنه تحت من حصان وخشمها تكسر برشا زيدة راو دي كومنتير معناتها خاطر قريت عليها برشا ارتيكلويت قبل ما نحكي عليها برشا دي كومنتير يقولوا أنه هي عندها شوية مريضة نفسانية فهمت. دونك ما سمعتش معناتها الغياب هذي بيزار الحقيقة أنك ما أنت عملية حتى كان صارت حاجة أو 24 ساعة غيب إحنا غيبوا بعد 48 ساعة يبدأوا البوليسية يفركسوا عليهم 72 ساعة بالله وجوج عندي سؤال كممثلة قادرة وفيه الأخبار شكرا ليك. دونك كنا دالي عنده سؤال ولا بالحق علاش الممثلين الكل يمشيوا ياخذوا ديكور متاع فروسية لانه يطلعوا يتعلموا يطلعوا على لانه يجيو دي لا رول قبل لي رول قبل معناتها انا اشوف على خاطر كانت هو كان معناها حاجه مهمه برشا برشا وكان قبل المعهد العالي في المسرح كان اسمه سي دي مع الممثلين القدم نذكر بشير الدريسي مثلا محمد كوكا برشا برشا اسماء اللي قراو كانوا يعملوا في الـ في الـ في الدروس هذه اللي تعاونهم برشا برشا في الخدمه نتاعهم في التمثيل. كانت فما برشا مسلسل تاريخية وكانوا يطلعوا طاو سياري مثلا محمد سياري نقدموا له تحية كان أكثر ممثل بارع ياسر في الفروسية معناه كي تشوف ولا صالح جدي ولا حاجة المسلسلات القديمة لازمك تكون تعرف أنا مثلا ليه ما نعرفش فهمت أنا خاطر جست حاجة والله راني نحبه خويا الكبير أما خاطر كي جاء لتونس مرة قال لي نحب لازم نتعلم نمشي نعمل فروسية وقتها في قصر سعيد أي فما خاطر حتى المسلسلات العربية توا مثلا برشا برشا فيلم ديبوك مثلا ولا حصان لازم الممثل يعرف لازم ممثل يعرف والممثل ويزم يكون عنده معرفة على برشا حاجات راهو خاطر ممثل ينجم يجسد شخصيات مختلفة كيما سبورتيف كيما لافوكا كيما دونك يزمو يتعلم برشا حاجات اللي نجم تعاونه في تجسيد شخصيات مختلفة. شكرا ليك على السؤال. ليه جوزنا نحكيو على الكيتاسيون ما عادش وقت والله ليه جوز نعمل فاصل صغير ونرجع بارك الله. من نص النهار المديسة ونص على إيفان على روحي متغش وعلى التوانسة عموما للأسف متغشش وفي الحقيقة اليوم متغش غش كبير ليكم اليوم يا أخي ما خلنا نحكي على الموضوع متاعي فاضل سيدي موضوعك مهم جدا ما فهميش رؤية سياسية شنو معناتها قضية الرئيسية ماهيش كورونا خرجوا لي لستيتكم يا جماعة المسؤولية هذه يتحملوها الجميع نسيين صحيح نسيين وذكرتنا قصيرة أنا عويبنا أي عويبنا أي نعرف نكمل نحكي يا رسول الله نمشي ناخذ موقف في 90 دقيقة مع خلود مبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي خليل رقيق وشيكي الدرويش على إيفام سكوديار نكون ده الموضوع إيفام أحلى راديو أحلى ضحكة عنا جارنا مغروم بتربية الكلاب حاشيكم كل يوم يخرج كلبه مساعتين تاع الليل ما يخليناش نرقدوا ذا كلبه شنو مسميه جوجل وكلبه كان تشوفه ما يجيش حتى بوك خايب برشا كلبه يبقى جوجل جوجل وكب
حاسلو زي مره الكلب بتاعه بهيم وكلب صدتك على الاخر ياكل كل شيء كلبه مره كليت ترونترو اديس نتاع موليه ولا ينبح هكا الكلب جاء مساج انتم تسمعوا في المدام واجهه مع واجهه الجندوبي على اي اف ام احلى راديو. رجعنا لكم ل 11:53 دقيقة يوسف فضل لا عادي خاطر قصيت وعاد ديديكاس تاعي حبيت نعمل ديديكاس لنسيبي اللي هو بو مارتي لأنه سي ان شامبيون دو جوكي هو معناها شامبيون في ليكيتاسيون في علمنا عاد لازمنا نستغلوه استغلال فاحش بما انه نسيبك 200 دينار الساعة نفكتر انت تفكتر هو مش فكتر ريت كيفاه استغلال نسيب شفت كيفاه عم منصف نسلم عليه ونبوسه برشا تحية كبيرة ليه دونك توا نمشي وقيت نعطي ريزولتا نتاع السونداج اي سيدك بن سيدك نعملوا طلة على السونداج التونسي مازال يعاون ويصدق الناس اللي تتسول في الشارع اي لا هاي الاجابات كيفاش كانت 47% قالوا لا ما عادش و53% قالوا اي مازال ما احلاهم التوانس والله ما احلاهم قديش قلوبهم كبيره وقديش حنين على الاخر والله ما احلاهم شكرا لكم الناس الكل قبل ما نختم بربي باسمي انا وباسم كامل الفريق نحب نترحم على شهداء الوطن من المؤسسه عايشك من المؤسسه العسكريه اللي استشهدوا البارح بعد ما انفجر لغم في منطقه المغيله نحب نسميهم بربي خاطر ما همش ارقام هما ناس عندهم مواطنين معناها الملزم الاول سامي والناسي الوكيل الاول الله يرحمه السيد العميري العريف الاول الله يرحمه اسماعيل الخريجي الراقب الاول الله يرحمه منعم الدلاعي ربي يرحمهم وينعمهم هما ابطال الوطن والله لا يسمعنا اخبار اخرى في مؤسساتنا الامنيه والعسكريه وفي ناسنا وفي مواطنينا اللي واقفين للبلاد هذه ربي يرحمهم وينعمهم هكاي حبيت نختم اليوم المدام وجهها ل 11:55 دقيقة نقول لكم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وبرشا برشا 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 سلام وتحية من القلب لكم ناس كل